وصل إلى مشارف مكة ليلة الأحد الرابع من ذي الحجة، السنة العاشرة من الهجرة. قبل 10 سنين يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا مستخفيا، معه صاحبه، كل العرب تطلبهما. الآن يدخل نهارا جهارا وكل العرب تفديهما صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، لا تخدعنكم الدنيا، ولا يخدعنكم الخداع الغرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وسيد الأتقياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. أما بعد، اليوم اللقاء 3 مع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأينا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم في 10 من هجرته أخبر الناس أنه حاج بيت الله عامه هذا، تبعه أناس كثيرون، خرج بهم صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت الأخير 25 من ذي القعدة بعد صلاة الظهر، وصل بهم ذي الحليفة قبل عصر السبت، وقبل ظهر الأحد خرج بهم صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، وهو صلى الله عليه وسلم يسير بهم بين مكة والمدينة، أخبرهم بأشياء كثيرة، أخبرهم عن الأنبياء الذين حجوا قبل ذلك، فلما مر بثنية هرشة أخبرهم عن يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعند وادي الأزرق أخبرهم عن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وعند وادي عسفان أخبرهم عن هود وصالح، وقبل ذلك عند فج الروحاء أخبرهم عن 70 نبيا أحرموا منه حاجين بيت الله عز وجل، وأخبرهم أن عيسى بن مريم سيحج أو سيهل بالروحاء بالحج أو العمرة أو يجمع بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته بين المدينة ومكة سار 8 أيام، وصل إلى مشارف مكة ليلة الأحد الرابع من ذي الحجة، السنة 10 من الهجرة. لم يشأ أن يدخل مكة ليلا،
فبات ليلة الأحد عند بئر ذي طوى، تسمى اليوم جرول، حي جرول أو آبار الزاهر. وبئر ذي طوى بئر موجودة حتى الآن، لكن عليها بناء وباب مغلق. بات النبي صلى الله عليه وسلم هناك، ولم يكن هناك مبان، كانت هذه خارج مكة، لكن حدود الحرم من هذه الجهة تبدأ من هناك. بات النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحد ومعه صحبه الكرام الذين أتوا من جهة المدينة. فلما كان يوم الأحد صلى بهم صلاة الفجر، ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما ارتفعت الضحى ركب ناقته صلى الله عليه وسلم واتجه جهة مكة جهارا نهارا، بل اتجه جهة الحرم جهارا نهارا. قبل 10 سنين يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة ليلا مستخفيا، معه صاحبه، كل العرب تطلبهما. الآن يدخل نهارا جهارا وكل العرب تفديهما صلى الله عليه وسلم. خرج، دخل من طريق الذي هو اليوم يؤدي بك إلى العتيبية وينزل على مواقف الحجون. سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثنية حتى وصل إلى الحجون، ثم أخذ ذات اليمين متجها إلى المسجد الحرام. لقيه بعض الصبية من بني عبد المطلب، جده لقيه بعض الصبية من بني عبد المطلب، فأخذ واحدا منهما أركبه أمامه والآخر أركبه خلفه، وكان صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا بالعيال. فلما وصل إلى المسجد الحرام أناخ راحلته، ولم يكن حول المسجد سور، وإنما هي بيوت مبنية وشوارع تؤدي إلى المطاف، إلى المكان الفسيح حول الكعبة. أناخ النبي صلى الله عليه وسلم راحلته وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم دخل إلى المسعى من باب بني شيبة. تخيل عندما يدخل صلى الله عليه وسلم ويصل إلى المسعى، الكعبة كما تركها إبراهيم عليه السلام، ليس حولها صنم، البيت لا يطوف حوله عريان، وليس هناك مشرك. تخيل قبل هذا المدخل ب10 سنين وزيادة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الحرم حول الكعبة الأصنام، وفيها الأصنام، حولها مشركون، منهم من يطوف عريانا ومنهم من يلبي للأصنام. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل 10 سنين يدعوهم إلى الله فلا يستجيبون ويستهزئون ويسخرون. يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبل نحو 10 سنين يصلي عند الكعبة فيسجد، فيأتون بسلى جزور قد ذبحت، مخلفات جمل ذبح، فيلقونها على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. قبل 10 سنين يدخل يدعوهم إلى الله، فيقوم عليه الملأ من قريش يخلقونه بردائه الذي يلبسه، فيأتي أبو بكر يخلص رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ اليوم يدخل صلى الله عليه وسلم وليس لأحد حول الكعبة أمر إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يصل إلى الحجر، يمسحه بيده، يضع شفتيه عليه، يضع جبهته على الحجر ويبكي. يطوف صلى الله عليه وسلم حول الكعبة 7، جعل الكعبة عن يساره مطبعا بردائه، أدخله من تحت كتفه الأيمن ليكشف كتفه صلى الله عليه وسلم، وكان رداؤه بردا حضرميا أخضر، ثوب زي البشكير الأيام دي كده، طوله
أقل من 3 أمتار، عرضه حوالي 1.5 متر من القطن، مصنوع في اليمن، في خطوط الخضر. كان هذا رداء النبي صلى الله عليه وسلم الذي لبسه في الإحرام. رمل صلى الله عليه وسلم في النشاط 3 الأول، وسار على هينته في 4 البواقي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من الطواف اتجه إلى مقام أبيه إبراهيم وهو يقول بصوت يسمعه الناس: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين الكعبة، ثم صلى 2 ركعات، قرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وقرأ في الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد. فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من 2 ركعات اتجه إلى زمزم فشرب منها صلى الله عليه وسلم وصب على رأسه، ثم رجع إلى الحجر مرة أخرى فاستلمه ومسحه بيديه، ثم مسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم. وبعدما فرغ من الطواف والشرب من زمزم اتجه إلى المسعى، فخرج من باب الصفا. فلما اقترب صلى الله عليه وسلم من الصفا قرأ قول الله عز وجل والناس يسمعون: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. الله في هذه الآية سبحانه وتعالى ذكر الصفا أولا، فبدأ صلى الله عليه وسلم بالصفا، فرقي عليها، صعد عليها صلى الله عليه وسلم، ثم استقبل الكعبة حتى رآها، فرفع يديه صلى الله عليه وسلم وهلل وكبر وسبح، فكان مما قال فوق الصفا: لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله، بل قال: لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. من الذي نصر محمدا صلى الله عليه وسلم على عدوه؟ إنه الله. فنسأل الله عز وجل أن ينصر أمة محمد على أعدائها، ونسأل الله أن ينصر أهل غزة المظلومين المحاصرين، أن ينصرهم على عدوهم. اللهم فرج كروباتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم رد غائبهم، اللهم اشف مريضهم وتقبل شهداءهم، اللهم ارزقهم نصرا عزيزا وفرجا عاجلا. لما فرغ صلى الله عليه وسلم من ذكره هذا دعا ربه صلى الله عليه وسلم دعاء طويلا، ثم كرر الذكر وكرر الدعاء، ثم كرر الذكر وكرر الدعاء، يفعل ذلك 3 مرات صلى الله عليه وسلم. ثم نزل من على الصفا متجها إلى المروة، بعد نحو 70 إلى 80 متر يبدأ بطن الوادي، فسعى فيه صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا، يجري يشتد في جريه صلى الله عليه وسلم بين العلمين الأخضرين اليوم، اشتد صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس: اسعوا فإن الله كتب عليكم الحج، أو كتب عليكم السعي، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى آخر الوادي مشى على هينته صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى المروة، فصعد عليها وفعل عليها مثل ما فعل على الصفا، ثم رجع صلى الله عليه وسلم. وهنا ازدحم المكان جدا، الناس عندما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرم تناقلوا الخبر، وصل الخبر إلى جميع بيوتات مكة وإلى البيوت المحيطة بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى الحرم، رسول الله يطوف، رسول الله يصلي 2 ركعات، رسول الله يسعى، وصل الخبر إلى الناس، فخرجوا جميعا من البيوت بقلوب مشتاقة وعيون ضامرة يريدون رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الناس كلهم من البيوت حتى الصغيرات وربات الخدور وصلوا يزدحمون يريدون رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي ذلك ورأى أن الناس يزدحمون ويشق عليهم رؤيته وهو معهم صلى الله عليه وسلم، دعا بناقته فجيء بها فركبها ليشرف على الناس حتى يراه الناس بسهولة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم خلق الله بخلق الله. أتم سعيه راكبا صلى الله عليه وسلم على ناقته، يسأله من يسأله، وإذا رأى جاهلا علمه، وإذا سأله سائل أجابه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة رأى رجلا رابطا في يده حبل، وفي الطرف الآخر رجل مربوط بذلك الحبل، رجلان مربوطان بحبل كل طرف في يد يطوفان. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الحبل وقال للرجل خذه بيده، ما تسوقوش بحبل، عاوز تساعده خذه بيده، امسك يده وطوف به. فقال له الرجل يا رسول الله انه نذر، اني نذرت انا وهو ان نقترن حتى ناتي الكعبه. وكان هذا من عادات الجاهليه السيئه، ينذر احدهما ان يربط نفسه مع الاخر من اول ما يخرجان حتى ينتهي الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطع يعني هذا الحبل او اطلق انفسكما وحج، ان هذا ليس بنذر، انما النذر ما ابتغي به وجه الله، ان هذا من عمل الشيطان. فكان صلى الله عليه وسلم يرحم الجميع ويعلم الجاهل ويصحح الاخطاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من سعيه عند المروة أمر الصحابة أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة؟ نجيب على ذلك في الخطبة التالية إن شاء الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فرغ صلى الله عليه وسلم من سعيه عند المروة وأمر الصحابة أن يجعلوا إحرامهم عمرة. تذكرون يوم الأحد السابق، عن هذا الأحد الذي يطوف فيه النبي صلى الله عليه وسلم واسعا، لما كان صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، تذكرون أنه خير الصحابة بين ثلاثة أشياء، فقال من أراد أن يهل بالحج فليهل، ومن أراد أن يهل بالعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بهما فليهل. اللي عاوز يقول لباك اللهم عمرة ويحرم بالعمرة يفعل، اللي عاوز يحج مفردا يقول لباك اللهم حجا ويهل بحج مفرد فليفعل، واللي عاوز يجمع بينهما يقول لباك اللهم عمرة وحجة أو حجا وعمرة فليفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي مئة ناقة ولبد شعره وأحرم قارنا بين الحج والعمرة. لما اقترب من مكة في سرف، مكان قبل مكة، قال من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل. ويوم الأحد صباحا قبل أن يدخل مكة عندما اغتسل عند بئر ذي طوى
قال من أحب أن يجعلها عمرة فليفعل. يعني إيه؟ اللي أحرم بعمرة هو معتمر، اللي أحرم بحج مفرد يفسخه إلى عمرة، يعني بعد الطواف والسعي يقصر ويتحلل ويجعل طوافه وسعي عمرة فيفسخ حجه إلى عمرة. ومن ذهب قارنا قال لبيك اللهم حجا وعمرة ولم يسق معه الهدي، ما خدش مع الهدي بتاعه، أيضا يتحلل فبعد الطواف والسعي يجعله عمرة. أما من أخذ معه الهدي يبقى على إحرامه الذي أحرم به. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من سعيه لم يخيرهم وإنما أمرهم، أمرهم أن يجعلوا طوافهم هذا وسعيهم هذا عمرة، وأن يقصروا وأن يتحللوا إلا من ساق معه الهدي. وهم يريدون الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، رأوه لم يتحلل فشق عليهم الأمر، فبين صلى الله عليه وسلم لهم قائلا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت ولا جعلته عمرة. فبين لهم أن المانع له من التحلل أنه ساق الهدي معه، فلما بين لهم ذلك طابت نفوسهم. ومن كان قد أفرد الحج أو جمعه مع عمرة وليس معه هدي تحلل وجعلها عمرة. بعدما فرغ صلى الله عليه وسلم من سعيه وطوافه أخذ الصحابة واتجه بهم إلى الأبطح. الأبطح مكان واسع فسيح، هو الأيام هذه مبني فيه حي المعبدة وحي الجميزة ومنطقة الجعفرية إلى قريب من مواقف العدل، يبدأ من بعد الحجون، كان مكانا واسعا فسيحا. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بهم هناك يوم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء حتى ضحى الخميس الثامن من ذي الحجة. فهذه الأربعة أيام في الأبطح حدثت أشياء نخبركم بها في خطبة قادمة إن شاء الله تعالى، لكن مما حدث في الأبطح في هذه الأيام أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مريض مرضا شديدا، وكان يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد من العشر المبشرين بالجنة من بني زهرة عائلة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من عائلة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد مرض مرضا شديدا حتى خشي على نفسه من الموت، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض سعد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه يعوده. فلما دخل عليه ورأه سعد بكى، سعد في خيمته في الأبطح بكى سعد، فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله إني أخاف أن أموت في الأرض التي هاجرت منها كما مات فلان. فقال صلى الله عليه وسلم لا إن شاء الله. فقال له سعد بن أبي وقاص يا رسول الله إني ذو مال، أنا عندي فلوس كثير، أموالي كثيرة، وقد نزل بي من الوجع ما ترى، خلاص أنا هموت أهو، وليس لي إلا ابنة واحدة ترثني، كل الورثة بتوعي ابنة بس، لا ما عنديش إلا بنت واحدة بس، وعندي مال كثير جدا، أفأتصدق بمالي كله؟ قال لا، صلى الله عليه وسلم. قال أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال أفأتصدق بشطر مالي عن نصف؟ قال لا. قال أفأتصدق بثلث مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم الثلث، يعني ماشي، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة، يعني فقراء يتكففون الناس، يعني يسألون الناس. فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني هنعيش كتير؟ فقال لعلك أن تبقى أو تخلف فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاء، والحوار
أطول من ذلك. لكن انتبه معي، سعد في هذا الوقت عمره 33 سنة تقريبا، ليس له إلا ابنة واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أن تدع ورثتك أغنياء خيرا لهم من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وأخبره أنه ربما تعيش مدة طويلة بعد أصحابك. بعد هذا الموقف يعيش سعد نصف قرن، وبعد هذا الموقف بثلاثة أشهر يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعيش سعد بعد هذا الموقف 50 سنة ويرزق ذرية حتى وصل عدد أبنائه وبناته 34. فالله عز وجل هو الذي يرزق الولد وهو الذي يرزق المال. أنت تتخيل أنك تموت فيمد الله في عمرك، تتصور أنه ليس لك إلا هذه الذرية فيبارك الله عز وجل فيها. العوام عندنا قديما وإلى الآن، العوام يقول لك ربك خلف الظنون، مش الناس بتقول كده؟ وسئل أبو بكر: كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. طب ما أنت مرتب أمورك 100% تمام، أنت متصور المسألة ده تتم على هذا، فجأة يقدر الله شيئا غير ما تريد. فإرادة الله تغلب إرادات الناس، ومشيئة الله تغلب مشيئات الناس، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا أريد أن أطيل. حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست مجرد أداء مناسك، إنها مدرسة نبوية فيها ما يحتاجه المسلم في علاقته بربه وعلاقته بالناس، فيها كثير مما يحتاجه لصلاح قلبه وصلاح علمه، فيها كثير مما يحتاجه لصلاح عمله وصلاح قوله. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في الناس في حجته هذه في أكثر من مرة: خذوا عني مناسككم. فلتأخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه كاملا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع نبيه على الوجه الذي يرضيه، نسأل الله أن يرزقنا حبه وحب نبيه على الوجه الذي يرضيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمواتنا واشف أمراضنا واقض حاجتنا ويسر أرزاقنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم اليهود وزلزلهم. اللهم اكسر شوكتهم وأزل دولتهم وخالف بين كلمتهم وأكثر رب في قلوبهم وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.